بسم الله الرحمن الرحيم. الحفة الكريمة الإخوة المتابعون في كل مكان، متابعة شيقة نتمناها في هذا الشوط الثالث الذي انطلق على بركة الله وتوفيقه. أول المتقدمين الذهيبة لمحمد بن علي الشد المنصوري. يا سلام يا سلام يا أبو علي، هذه الذهيبة، الذهيبة تنطلق بهذا الأداء، راية إنجازات وراية راية إنجازات. وهذا هو أيضا سعادة محمد بن علي الشد المنصوري يتقدم في هذا الشكل الجميل المميز. المركز الثاني، هناك الدخول، هناك الغدوم مشاهدينا من خلال وصول الشاهينية لعبد الله بن أحمد بالعود الرميثي، هو الذي أيضا قادم، هو الذي ينطلق مشاهدينا بهذا الشكل المميز الكبير. النقلة القادمة مع الشاهينية لسويد بن مبارك بن قشمان المنصوري، الثلاثة مشاهدينا والقادمين مع كاميرا أبو يوسف. يا سلام يا أبو يوسف، مشكور على هذا التصوير الجميل، شكرا لموقع الوثبة لتوثيق هذه الأشواط ومتابعتها وتنظيمها. ما شاء الله، العودة للصدارة، العودة للذهيبة، الذهيبة في الصدارة تقدم الأداء الجميل، تنطلق بالمركز الأول والصدارة مع أبو علي. أبو علي يا سلام، ولكن شوف القادمة، شوف القادمة، شوف الدخول من قبل وصول الله الشاهينية عبد الله بن أحمد بالعود الرميثي. الله يا أهل السمحة وميدان السمحة، وسلام للسمحة، الشكل سمع والأداء سمع، وبالعود بالكبرى سمع. تهانينا، سلام سلام للسمحة، سلام وسلام لبلعود الرميثي، سلام. تهانينا والناموس مشاهدينا. والمركز الثاني لأيضا محمد بن علي شد المنصور الذهيبة، والمركز الثالث 37 التي وصلت شاهينية لسويد بن قشمان المنصوري، والتوقيت دقيقتين و12 56، دقيقتين 12 56. تهانينا والناموس لهذا ايضا الشاب اللي قادم من ميدان السمحه بالاداء الجميل، الشاهينية عبد الله بن احمد بالعود الرميثي، قدمها لنا بصوره جميله. تهانينا والناموس والسلام ايضا لميدان السمحه، وانت سمح بشكلك وبادائك وبايضا تدبيرك ولمساتك الجميله.